أهلا بيكم في Excellent Tip فيديو نمبر 15. المفترض وعلى حسب البلان يكون ده آخر فيديو في سلسلة الفيديوهات اللي ليها علاقة بالتكست، لكن هنأجل آخر فيديو للمرة الجاية لأن جاتني أسئلة كتير إزاي أقدر أطلع الاسم التاني أو Second Name باستخدام الفانكشنز. ولو حابين نعرف إزاي قدرنا نخرج الاسم الأول فريت نتفرج على الفيديو اللي فات اللي هو فيديو Excellent Tip نمبر 14. بسرعة كده، عملنا إيه في الفيديو اللي فات؟ إحنا عايزين نطلع أول اسم، كل اسم ده بيكون من ناحية الشمال، فكان لازم استخدم معادلة ليفت. لكن يا ترى كل النمبر كاركترز او عدد الحروف بتاعت اول اسم واحدة؟ لا طبعا، اسم ديفيد غير ادم غير دانيال، كل اسم بيختلف في عدد حروفه، فلازم استخدم وسيلة مساعدة. وسيلة المساعدة اللي انا استخدمتها كانت معادلة فايند. طيب افايند ايه بالظبط او ادور على ايه بالظبط؟ كنت بدور على حاجة مشتركة بين كل الاسماء وبعضها. الشيء المشترك كان بالنسبة لي هنا وجود مسافة ما بين أول اسم وتاني اسم. أنا دورت على مكان المسافة ديت، وبعد كده قلت left، وبعدين اخترت التكست كله، وبعدين عملت كوما. number of characters هو النتيجة اللي طلعتها لي find، اللي هو وجود المسافة أو space ما بين أول اسم وتاني اسم، وبعدين رجعت خطوة لآخر حرف باستخدام minus one. هايل جدا، باستخدام الطريقة دي نجحت إن أنا أطلع أول اسم من كل الأسماء اللي عندي. في الفيديو ده بقى محتاج أطلع second name أو الاسم التاني. باين جدا وواضح جدا إن الاسم التاني من ناحية اليمين، فأكيد أنا هستخدم معادلة رايت، لكن برضو هتواجهني نفس المشكلة إن كل الأسماء عدد حروفها مش واحد. طيب هقدر أعمل إيه المرة دي؟ المرة دي محتاج وسيلة مساعدة تانية. وسيلة المساعدة المرة دي هتبقى معادلة لن. معادلة لن إحنا شرحناها بالتفصيل في Excellent Tip number 13، نقدر نرجع نتفرج على الفيديو. فأقول هنا equal واختار معادلة لن، وبعد كده اختار التكست كله، أقفل براكت وأدوس إنتر، طلع لي 12. النتيجة اللي طلعت ديت هي عبارة عن عدد حروف أول اسم، عدد حروف تاني اسم، وكمان المسافة بين الاسمين. ماشي معادلة على كل الأسماء اللي عندي. كان هنا إن اللينث مختلف، اللينث بتاع أول تكست غير التاني غير التالت. بعد كده هبتدي أستخدم معادلة رايت، فأقول إيكوال رايت وأختار معادلة رايت، وبعد كده أختار التكست كله، وبعدين كوما. بيقول لي نمبر أوف كاركترز، هنا هستخدم معادلة لينير، فيري سمارت وذكية جدا. هختار النتيجة اللي طلعت لي من لين اللي هي 12 ماينس إيه ماينس النتيجة اللي طلعت لي من فايند. يبقى أنا اخترت حروف التكست كله وبعدين شلت منه أول اسم بالمسافة، أقفل البراكت ودوس إنتر، يطلع لي سكند نيم لوحده. أعمل دبل كليك، أمشي المعادلة على كل الأسماء. بكده نجحت إن أنا أطلع السكند نيم باستخدام معادلة الرايت بمساعدة معادلتين اللين والفايند. ولحد ما نتقابل في الفيديو الأخير في سلسلة الفيديوهات اللي ليها علاقة بالتكست، أشوفكم على خير. جود باي.